مينرز جير، فيلم دراما وكوميديا سوداء، انتاج 2023، مدة الفيلم ساعة و30 دقيقة، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: تنطلق طالبة موهوبة في الكتابة في رحلة ابداعية حينما يكلفها معلمها بمشروع دراسي مهم، وتسبب الامر في سلسلة من التعقيدات بينهما تكشف العديد من الاسرار حول حياتهما. العنوان العريض للفيلم مثير للجدل، مذهل من الناحية البصرية. السيناريو والحوار: تم بناء السيناريو بطريقة تقليدية متوازنة، مكتوب بشكل جيد ومثير الاهتمام، لكنه قد يواجه بعض التحديات بسبب موضوعه الحساس. تم بناء الشخصيات بشكل جيد مع دوافع واضحة وتطور خلال الفيلم. الحوار ذكي وجذاب ويساعد على إبراز شخصيات الفيلم. الحبكة مثيرة للاهتمام، تجذب الانتباه. يتم السرد من منظور كيلي، مما يسمح بالتعرف على مشاعرها وأفكارها، ولكن ليس بأنسب طريقة، وهذا من عيوب السيناريو. إنه يقوم بالتركيز على شخصية الأستاذ ميلر ومشاعره، بينما لا يعطي مساحة كافية لشخصية كيلي. وأين الصراع في السيناريو؟ لا يوجد في الفيلم صراع مقنع، مما يؤدي لانعدام الصراع وايضا اللجوء الى الحلول السهلة، وخصوصا في حل المشاكل الذي كان سهلا للغاية، مما قد يقلل من تأثيره. ايضا الايقاع العام للسيناريو في بعض الاحيان كان بطيء، ويتكرر ايضا بعض الحوارات والمواقف في الفيلم. الشخصيات الرئيسية هي كيلي، شخصية معقدة وواقعية تواجه صعوبات في حياتها الشخصية. الاستاذ ميلر، شخصية مثيرة للاهتمام. السيناريو يصور مدى السرعة التي يمكن ان تخرج بها الصداقة غير الضارة بين المعلم والطالب عن نطاق السيطرة إلى شيء أكثر خطورة. ميلر يعيش حياة سعيدة وخالية من الهموم كمدرس الأدب في المدرسة الثانوية، ومع ذلك فمن الواضح أيضا بشكل مؤلم أنه مستاء من حياته المهنية الفاشلة كروائي. يرى ميلر المثقف دائما أن نظرته للعالم برمتها تواجه تحديا عندما تنضم إليه طالبة جديدة في فصله، وهي كاتبة شابة تدعى كيلي. يحدث بينهما اتصالا فوريا، لكن هذا الاتصال ينمو من علاقة بريئة بين المعلم والطالب إلى علاقة غير مناسبة لبيئة المدرسة. والسؤال هو: هل هذه الادعاءات المكتشفة حديثا ضد ميلر صحيحة ام انها من صنع كيلي؟ الاخراج والتصوير والاضاءة: يتميز اسلوب مخرجة الفيلم بالواقعية والتركيز على التفاصيل، وتميل الى استخدام لقطات طويلة ولقطات متوسطة لخلق شعور بالواقعية، وايضا التركيز على مشاعر شخصيات الفيلم. ينجح الاخراج في خلق شعور بالتعاطف مع شخصيات الفيلم. الاخراج يستخدم تقنيات مختلفة لخلق شعور بالواقعية والتوتر، وتستخدم الاضاءة بشكل ذكي لخلق اجواء مناسبة للفيلم. من عيوب الاخراج: عدم وجود خط واضح للرؤية، مما ادى الى بعض التناقضات في القصة والشخصيات. عدم التوازن بين المشاهد: بعض المشاهد طويلة للغاية بينما قد تكون مشاهد اخرى قصيرة للغاية. عدم وجود ذروة واضحة. التصوير جودة متميزة مع اضاءة والوان متوازنة تعكس الاجواء العامة بالفيلم بطريقة جيدة. المونتاج: ايقاع المونتاج مناسب مع مزيج من المشاهد السريعة والبطيئة. تم ترتيب المشاهد بشكل منطقي، مما يسهل على فهم القصة، وايضا الانتقالات تمت بطريقة سلسة لربط المشاهد ببعضها البعض. ولكن المونتاج كان بطيء في بعض الاحيان، مما قد يؤدي الى فقدان الاهتمام. الديكور: يتميز الديكور بالواقعية مع التركيز على التفاصيل الصغيرة، ويتناسب الديكور مع اجواء الفيلم وقصته، ولكن بسيطا للغاية في بعض الاحيان ويفتقر الى التنوع. الموسيقى: تتميز بالتنوع حيث تستخدم انواع مختلفة، تتميز بمزيج من الموسيقى الالكترونية والموسيقى الكلاسيكية، وساعدت على خلق مشاعر مختلفة مثل مشاعر الحزن والتوتر والامل. الممثلين: جميعهم قدموا اداء جيدا، مما ساعد على اضفاء الحيوية على الشخصيات وجعلها قابلة للتصديق، وايضا تحقيق توازن دقيق بين الكوميديا والدراما. ميلر: رجل طيب القلب، ناضل لتوفير حياة جيدة لعائلته، وكان الاداء دافئا وكوميديا، مما جعله شخصية محبوبة. الثناء الاكبر لأورتيجا التي قامت باداء قوي ومميز. في بعض المشاهد كان اداء الممثلين مبالغا فيه بعض الشيء، وبعض الشخصيات لم تكن مكتوبة بشكل جيد، مما جعلها اقل اثارة للاهتمام. الفيلم به عدة عيوب تؤثر عليه. قصة متوقعة تتبع الحبكة مسارا تقليديا الى حد كبير، مع بعض الاحداث التي يمكن التنبؤ بها بسهولة. الفيلم يفتقر الى التشويق، مما قد يجعله يميل الى الملل. على الرغم من ان العلاقة بين بطلين الفيلم هي محور الاحداث، الا ان التركيز عليه قد يكون مبالغا فيه، مما قد يهمل جوانب اخرى في القصة. تفتقر الشخصيات الثانوية في الفيلم الى العمق، مما يجعلها تبدو سطحية وغير مهمة. الرسالة التي يحاول الفيلم ايصالها غير واضحة. نهاية الفيلم مفاجئة، تبدو متسرعة اكثر من كونها غامضة، ولكن الايجابيات هي اداء اورتيجا المميز والتصوير السينمائي الملفت والموسيقى التصويرية المؤثرة. تقييم للفيلم هو 6/10.